لكل خبر حكاية، ولكل حكاية بداية، ولكل بداية ما وراءها، وفي كل معلومة تفاصيلها، ولكل ساعة حديث، وفي كل حديث ساعة. حديث الساعة برنامج أسبوعي يسلط الضوء على آخر الأخبار وأهمها وعرضها بصورة سلسة، فقط على كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا حديث الساعة على كنار تي في، صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف، واليوم 5 أيار مايو 2021. حديث الساعة هو باقة مختارة من أخبار كندا والعالم من مصادر موثوقة ومرموقة، نتصفحها يوميا ونلخصها لكم أسبوعيا لكي تبقوا على معرفة بكل ما هو جديد ومفيد. هيا بنا نتابع خلاصة ما خبأ لنا الأسبوع الماضي من أخبار. بداية الخبر الأول وهو اليوم، وهو اليوم العالمي أو يوم الكندي لذكرى السيدات اللواتي فقدنا أرواحهن أو فقدنا من السكان الأصليين. هذا اليوم 5 أيار يعتبر يوم للذكرى لهؤلاء السيدات. وطبعا موضوع السيدات التي فقدنا والتي قتلنا في كندا وشمال أمريكا تحدثنا عنه في حلقة كاملة في قضايا كندية، ممكن ترجعوا لها عبر صفحتنا على اليوتيوب كنار تي في لايف، وتدخلوا على قضايا كندية وستجدوا كل التفاصيل عن هذه القضية التي يجب على كل كندي وكل إنسان حول العالم أن يعرفها. الخبر التالي هو خبر من الهند. للأسف الهند تجاوزت 40% من الحالات التي تم تسجيلها في العالم من عدد الإصابات بكوفيد 19، ووصلت عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي إلى 2.6 مليون إصابة فقط في الهند. وطبعا هذا الرقم أدى إلى مشاكل كبيرة في القطاع الصحي، وحتى في عدم قدرة السلطات المحلية على دفن أو حرق الموتى في الهند. طبعا نتمنى أن تمر هذه الجائحة علينا وعلى الجميع عبر على هذه الكرة الأرضية بالأمن والسلام، وإن شاء الله تذهب هذه الجائحة ولا يرى أحد ما تراه الآن الهند. الخبر الذي يليه هو خبر من فيسبوك، حيث أصدرت اليوم فيسبوك رسميا أنها لن أو سترفض إعادة اشتراك الرئيس السابق دونالد ترامب للحصول على تصريح لدخول منصتها وإعادة حسابه، حيث أعلنت أنها ستلغي حسابه نهائيا. بينما أعطت الحكومة الفيدرالية الأمريكية تقريرا أو طلبا رسميا للشركة أو المؤسسة المنظمة للفيسبوك بأن تعطي القرار النهائي خلال 6 أشهر من تاريخ اليوم. الخبر الذي يليه هو خبر من إيران، حيث تدخل إيران قائمة الدول التي بدأت تصنع لقاح جديد للكوفيد 19، بعد أن سمعنا قبل أسابيع أن كوبا دخلت هذا السباق. الآن إيران أعلنت رسميا أنها في المراحل الأخيرة من إنتاج هذا اللقاح وفي التجربة المرحلة الثالثة على الأشخاص، وسيسمى برازي كوف أو علاج اللقاح رازي نسبة إلى العالم المسلم الرازي. الخبر التالي هو خبر من كندا، حيث أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو البارحة عن سلسلة من الإجراءات الإضافية لمساعدة
كبار السن الكنديين وتزويدهم بأمن مالي أكبر في وقت الأزمة، وتشمل هذه الإجراءات أولاً تقديم دعم مالي إضافي بقيمة 2.5 مليار دولار لمرة واحدة، معفاة من الضرائب بقيمة 300 دولار لكبار السن المؤهلين للحصول على معاش تأمين الشيخوخة OAS، مع 200 دولار إضافية لكبار السن المؤهلين للحصول على ملحق الدخل المضمون GIS، وسيعطى هذا الإجراء مع مجموع 500 دولار للأفراد المؤهلين لتلقي كل من OAS وGIS، وسيساعدهم على تغطية نفقاتهم خلال هذه الجائحة. اثنين، توسيع برنامج New Horizons for Seniors باستثمار إضافي قدره 20 مليون دولار لدعم المنظمات التي تقدم مشاريع مجتمعية تقلل من العزلة وتحسن نوعية وحياة كبار السن وتساعدهم في الحفاظ على شبكة دعم اجتماعي. ثلاث، تمديد مدفوعات نظم المعلومات الجغرافية والعلاوات مؤقتاً إذا لم يتم تقييم معلومات دخل كبار السن لعام 2019، وسيضمن ذلك استمرار حصول هؤلاء الأشخاص الأكثر ضعفاً على مزاياهم عندما يحتاجون إليها بشدة لتجنب انقطاع هذه المزايا، ويتم تشجيع كبار السن على تقديم معلومات الدخل لعام 2019 في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 1 أكتوبر 2020. وستواصل حكومة كندا مراقبة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لكوفيد 19 والاستجابة لها، وقال ترودو نحن على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية حسب الحاجة لدعم جميع الكنديين بما في ذلك كبار السن وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. لأخبار الكوفيد، حيث أتوا تلتزم أخيراً بمبدأ جواز سفر اللقاح للمسافرين، وحيث تعمل الحكومة الكندية على تطوير شهادات ضد كوفيد 19 تحسباً لليوم الذي يكون فيه تحصين الكنديين مقدماً بما يكفي للسماح لهم بالسفر إلى الخارج بعد توخي الحذر لعدة أشهر بشأن فكرة هذا اللقاح أو لقاح جواز سفر. يبدو أن الحكومة الكندية الفيدرالية قد تتبنى أخيراً هذا المقترح، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالسفر الدولي، فعدة دول تستعد لطلب إثبات التطعيم لعبور حدودها، ومن جانبها سيتعين عليها أيضاً تحديد كيف ستعرف خدمات الحدود الكندية ما إذا كان الشخص أو الأشخاص القادمون إلى كندا قد تلقوا لقاح كوفيد 19 بالكامل أم لا. لقاح جونسون أند جونسون يوصى به للأعمار من 30 عاماً فما فوق، حيث أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين بأن لقاح جونسون أند جونسون للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، وتم استلام الشحنة الأولى من 300 ألف جرعة من هذا اللقاح إلى كندا في الأسبوع الماضي، لكن وزارة الصحة الكندية منعت التوزيع بسبب مخاوف بشأن جودة المنتج بشكل عام، وحسب الأخبار التي كانت قد قيلت سابقاً في الولايات المتحدة. وكانت NACI في وهي كان مستقل خططت بالفعل لتقديم توصيات بشأن هذا اللقاح يوم الاثنين تحسباً لتوزيعه على المحافظات، ولا يزال مسؤول هذه المؤسسة يؤكدون أن فوائد لقاح جونسون أند جونسون تفوق مخاطره، ويوصى به للأشخاص الذين ليس لديهم أي موانع طبية إذا كانوا يفضلون عدم انتظار لقاح آخر من الحمض النووي الريبومي، وطبعا هذا اللقاح يحتاج إلى جرعة واحدة فقط. أما بالنسبة لباقي اللقاحات، حيث أن كندا ستبدأ استلام طلبيات تفوق أكثر من 2 مليون جرعة من فايزر بايونتك على دفعات أسبوعية من المقرر أن تصل إلى كندا خلال الأسبوع الماضي. منذ منتصف مارس تمكنت شركة الأدوية فايزر وبايونتك من شحن ما يقارب 1 مليون جرعة إلى كندا كل أسبوع مصنعة في مصنعها في بروكسل بلجيكا، ولكن من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم اعتبارا من التاريخ الحالي لزيادة هذه الجرعات حتى يونيو. ومقرر أن تأتي أيضا جرعات من الولايات المتحدة الأسبوع القادم إلى كندا من مصنع فايزر بولاية ميشيغان، غير أن حكومة الولايات المتحدة وضعت قيودا على تصدير هذه الجرعات حتى يتم تطعيم مواطنيها أولا. ومن الأخبار أيضا أن لقاح فايزر تم
تثبيت السن الذي يسمح بإعطاء هذا اللقاح للأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن 12 عاماً لأول مرة في كندا. هذا أول لقاح يتم إعطاؤه للأطفال بعد السن 12. عما الأخبار الأخرى فنعود للقاح أسترازينيكا الذي قد أدى إلى وفاة شخصين في مقاطعة أنتاريو قبل أسبوعين بسبب جلطات في الدماغ، وسيدة في مقاطعة كيبيك الأسبوع الماضي. أما اليوم فقد تم أعلنت مقاطعة ألبرتا أنها أيضا فقدت شخص من مواطنيها بسبب حصوله على أو بسبب حصول بسبب تعرضه لجلطة بعد حصوله على لقاح أسترازينيكا. معدلات الإصابة في أنتاريو وكيبيك وأخبار التطعيم، أيضا هناك أكثر من 3446 إصابة جديدة و16 حالة وفاة في مقاطعة أنتاريو. انخفضت الحالات إلى أقل من حالة في مقاطعة كيبيك بوجود حالتين وفاة. سيتمكن سكان أنتاريو الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر من الحصول في الأحياء الأكثر تضررا من الحصول على اللقاح أو التسجيل للحصول على اللقاح كوفيد من خلال صفحة المقاطعة الإلكترونية اعتبارا من صفحة يوم الاثنين. يمكن أيضا الاتصال على الرقم 1-833-943-3900 1-833-943-3900 باستخدام خط الهاتف. يمكن التحدث إلى الموظف باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويبدو أن الانتظار على اللغة الفرنسية أقل بكثير منه على اللغة الإنجليزية. وفي غضون بعض الساعات 4 ساعات تقريبا تم حجز أكثر من 140 ألف موعد للتطعيم ضد فيروس كوفيد وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة الكندية. أيضا هناك خبر ليس بالجيد، فهناك فضيحة في أنتاريو وحالات كوفيد 19 مرتبطة بفندق للحجر الصحي، ومديرية الصحة العامة في تورنتو تحقق في الموضوع، وسنزيدكم من التفاصيل إن شاء الله في الحلقات القادمة. الأخبار الاقتصادية الجيدة، حيث وصل الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له منذ 2018 وقد يرتفع أكثر بحسب بعض التحليلات الاقتصادية. ويقول الاقتصاديون أن الدولار الكندي في زيادة مرتفعة وهي نقطة جديدة بعد ارتفاعه لمدة 7 أيام متتالية إلى أعلى من 81 سنتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي نقطة تفيد المستهلكين ولكن قد يضر بعض الشيء في الشركات. تم تداول الدولار مقابل 81 سنت و 38% بالولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2018 وقد تجاوز 80 سنتا في الولايات المتحدة منذ الأسبوع الماضي. وقال كولين كيسرينج كبير استشاري السوق في سيات ويلث مانجمنت أنه من المهم أن تذكر أن الدولارين الكندي والأمريكي كان على تقريبا قدم المساواة قبل أقل من 10 سنوات فقط، لذلك لن تتأذى الشركات بشدة حتى الآن. خبر لطيف من وزارة وزارة البريد الكندية، ندعكم مع هذا الخبر. كما ترون فإن البريد الكندي أعلن عن إصدار برامج تحفيزية أو طوابع بريدية للعيد أو عيد الأضحى، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. الخبر التالي هو خبر جيد من أخبار العالم، حيث نبدأه بشرى سارة لحماية الطبيعة
والغطاء النباتي، وخبر وجدناه على CNN العربية، حيث أن شركة قد تساعد بتحويل الصحراء إلى تربة صالحة للزراعة، ولها تجربة في منطقة دبي، مع هدف طموح هذه الشركة لتحويل صحراء دبي إلى أرض مزروعة. أنتجت شركة ديزرت كنترول النرويجية ابتكارا جديدا يسمى ليكويد نكلوكلي، وهي المادة المصنوعة من الماء والطين فقط، وتعزز احتباس الماء بجزيئات الرمل، مما يسبب للتربة بتنمية العناصر الغذائية الأساسية للنباتات. سأدعكم مع هذا التقرير من CNN العربية لتعرفوا أكثر عن هذه الزراعة. Every year, nearly 30 million acres of fertile soil degrades into unusable desert land. A process known as desertification. With climate change, the problem has only gotten worse and threatens the lives of more than a billion people worldwide. The problem is it's happening underneath our feet, out of sight, out of mind. But what if you could turn that desert land back into fertile soil in a matter of hours? Norwegian startup Desert Control claims it can do just that. So what's the real invention here for Desert Control? What's your guys' secret sauce? Basically, what we have invented is a way to turn clay into a liquid nearly as thin as water. Mixing clay into soil has long been used to restore dry farmland, but the process can take 7 to 15 years to complete. By turning clay into liquid, the process is dramatically shortened. The company simply sprays what they call liquid nanoclay onto dry land. It seeps below the surface and begins working in just 7 hours. It will just stick to every sand grain that exists throughout that soil and then form this structure that enables this soil to retain water and nutrients just like a sponge. In early trials run by a nonprofit in Dubai, grain, zucchini, and watermelon needed 50% less water to grow. Some plants even thrived. We had zucchini increases of yield up to 62%, really impressive results. But liquid nanoclay isn't cheap, between $8,000 to $20,000 an acre. But Desert Control expects costs will come down as the company scales up. Next year, there are plans to test the technology in the US. طبعاً هذا كان التقرير المفصل، يمكن متابعته كاملاً على CNN العربية. نعود لأخبارنا، حيث هناك خبر صادم، حيث استطاعت الشرطة الألمانية تفكيك شبكة ضخمة لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت، حيثما ذكر راديو كندا عن صحيفة فرانس بريس خبر يقول أن يوم الاثنين الشرطة الألمانية فككت شبكة رئيسية لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت، ووصفت بأنها من أكبر الشبكات العالمية، وألقت القبض على 4 مشتبه بهم، مما بهم من مديرو الشبكة أو المنصة المشتبه بهم. وقال الشرطة في بيان أن منصة بويس تاون واثنين من شركة النقل التابعة لها كانت موجودة منذ عام 2019، وجاءت بعد سلسلة من عمليات التفتيش التي أجريت منتصف أبريل في 3 مناطق ألمانية. وضافت الشركة أن الشبكة كانت تضم أكثر من 400,000 عضو، وكانت لها وصول دولي، وتم استخدامها لتبادل مواد إباحية متعلقة بالقصر، وخاصة الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالإساءة إلى تركيب على الأطفال والصغار السن، ومن بينها صور للاعتداء الجنسي الخطير على أطفال صغارا في السن. الخبر الذي يليه هو خبر عن الذكاء الصناعي، حيث أنه سيحارب الإشاعات ويرصد مناظرات المؤامرة خاصة المتعلقة بفيروس كورونا كنموذج. ساهمت الإشاعات التي لا أساس لها في الصحة في إرباك الجهود الحكومية الحثيثة لمؤسسات الرعاية الصحية من أجل مكافحة فيروس كوفيد والسيطرة عليه. لكن مهلا، كل هذا صحيح إلا قبل بضعة أيام، حيث الآن بفضل الذكاء الصناعي أصبح ممكناً تحديد مصدر هذه الإشاعات وكيف بدأت ومن يقف خلفها. وحسب دراسة جديدة في مركز أبحاث الإنترنت الطبية Medical Internet Research،
توصل فريق بحث أمريكي إلى تصميم برنامج جديد للتعلم الآلي يحدد بدقة جميع هذه الإشاعات ونظريات المؤامرة المتعلقة بفيروس كوفيد 19 المسبب لمرض كوفيد 19 والمنتشرة عبر المنصات التواصل الاجتماعي. ويرصد كيفية بدأت هذه الإشاعات وكيف تطورت مع الزمن وما ذلك، ومن شأنه أن يساعد مسؤولي الصحة العامة في المستقبل على محاربة مثل هذه الإشاعات المضللة والقضاء عليها نهائيا. الخبر الذي يلي هو شحن شركة سيارة تسلا، حيث أن ماسك يحلم بتحويل المنازل إلى شبكات توليد كهربائي. حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا السيد إيلون ماسك المصنعة للسيارات الكهربائية الأكثر انتشاراً أو الأكثر شهرة في العالم، لأنه يريد تحويل كل منزل إلى محطة طاقة موزعة من شأنها توليد الطاقة وتخزينها حتى وإعادة توصيلها إلى شبكة الكهرباء المحلية، وذلك باستخدام منتجات هذه الشركة. وطبعاً إيلون ماسك معروف أنه يحاول عمل كثير من الأشياء، ومنها الإنترنت الذي يمكن إيصاله للجميع لاسلكياً، ومنها موضوع الطاقة الشمسية وتزويد البيوت بهذه الطاقة. من أخبار الاقتصاد، حيث وردنا خبر من الجزيرة، البلاديوم يتجاوز $3,000 لأول مرة. اخترق البلاديوم حاجز $3,000 للوقية أو الأونصة للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي، مدعوما بمخاوف مستمرة بشأن نقص المعروض من هذا المعدن المستخدم بشكل أساسي بأجهزة التحكم في الانبعاث بصناعات السيارات. ويشهد الطلب على البلاديوم ارتفاعا متواصلا من قبل صناعات السيارات، والمتوقع أن يرتفع أكثر في ظل انحسار المعروض من هذا المعدن. وقد يؤدي التحول إلى سيارات كهربائية في نهاية المطاف إلى تبدد الطلب على البلاديوم، وقد أجبر تشديد القواعد البيئية وشركات صناعة السيارات على استخدام المزيد من البلاديوم في محركاتها التي تعمل بالبنزين في السنوات الأخيرة. كما نعلم جميعا أن الأول من مايو كان عيد العمال العالمي، ولكن في يومهم هل يدفع العمال ثمن جائحة كورونا؟ أظهرت استطلاعات رأي أجراها مركز بيو الأمريكي للإحصاء أن واحدا من كل 4 أشخاص بالغين واجه مشكلة في سداد الفواتير منذ تفشي الوباء، وأن ثلث العمال انخفضت قيمة الأموال الموجودة في حسابات توفيرهم ومدخراتهم لتغطية نفقاتهم، وفي طابور طويل يقف آخرين منضجين بدون ملل للحصول على بعض الغذاء التي تقدمه مؤسسات الغذاء أو سلات الطعام أو المساجد في مدن كثيرة، ويستفيد منها المسلمون وغير المسلمين. وعلنا بعض هؤلاء الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا من الذين يستفيدوا. وأظهرت استطلاعات الرأي في مركز بو الأمريكي للإحصاء أن واحدة من كل 4 بالغين واجه مشكلة في سداد الفواتير منذ تفشي الوباء، وأن ثلث العاملين انخفضت مبالغهم الموجودة في حساباتهم، كما اضطر واحد من كل 6 أشخاص بالغين إلى اقتراض أموال من أصدقائه أو العائلة والحصول على الطعام من بنك الطعام. وكانت النساء أكثر تضرراً حسب المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة العمل الدولية، فقد خسرت 5% من نساء العالم وظائفهم مقابل فقط 3.9% من الرجال حسب نفض المصدر المسؤول. لاحقا إلى ما ذكرناه في الحلقة الماضية عن تفشي كورونا في الهند وحظر التعامل مع الهند، نفيدكم بعض المعلومات. حيث عجز التجارة يفوق $15 مليار في إبريل، أظهرت بيانات حكومية أولية أن الهند قدمت عجز تجاري بلغ أكثر من 15 مليار في إبريل الماضي، بحسب ارتفاع صادرات السلع إلى $30 مليار في ذلك الشهر، بينما صعدت الواردات إلى $45 مليار مقابل $17 مليار إلى الولايات المتحدة. وطبعاً تخضع أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم فقط عن تسجيل أكثر من 292 ألف
إصابة بالكوفيد 19 ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى ما يقارب 20 مليون شخص في الهند لوحدها. الخبر الذي يليه هو أخبار وجدناها على سي تي في وتظهر بعض اطلاعات الرأي الكندية حيث يقال أو السؤال هل ستأخذ لقاح أسترازينيكا إذا كان سيعرض عليك؟ هناك 973 شخصا بنسبة 42% أجابوا لا و 1358 أجابوا نعم و 1358 شخصا بنسبة 58% أجابوا لا. السؤال اللي بعده هل تتوقع أن stay at home order يجب أن يستمر؟ 38% أجابوا بنعم و 62% أجابوا بلا. هل زاد وزنك خلال فترة البانديميك أو الجلوس في المنزل؟ 57% أجابوا بنعم و 43% أجابوا بلا. هل وجدت أن اللوك داون أو الجلوس في المنزل في هذه الفترة أصعب من ذلك الذي حصل في الفترة الماضية؟ 58% أجابوا بنعم و 42% أجابوا بلا. السؤال الذي بعده الوضع الديو هل تلبس الكمامة خارج المنزل؟ 34% أجابوا بنعم و 66% أجابوا بلا. وبذلك نصل إلى نهاية نشرتنا لهذا الأسبوع. نلتقي بكم الأربعاء القادم وإلى حينه نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العشر الأواخر لرمضان.